وآخر لقاءاتنا في فيلم مستر بيبي كانت مع مؤلف الفيلم وائل يوسف ومدير تصويره حافظ الكيلاني. ده تاني تعاون بيني وبين تيخة، احنا لسه مخلصين فيلم عمارة رشدي كان بطولة مدحت تيخة، انما ده اول تعاون بيني وبين علاء مرسي، فده لا ده تاني تعاون مع تيخة وان شاء الله في تعاون تالت قريب. الفكرة حلوة جدا وما تنفذتش قبل كده في مصر ولا في الوطن العربي يعني، ومدحت تيخة عامل دور حلو جدا، وممدوح ووائل يوسف قعدنا كتير اشتغلنا على الورق وشفنا الافكار شوية، احنا ده تالت يوم حددنا حاجات كتير عملناها وشغالين الحمد لله، الممثلين بيضحكونا في اللوكيشن كل الناس بتضحك، فمع ذلك ان ده مؤشر ان ان شاء الله في السينما هيبقى الموضوع ليه السوكسي بتاعه وليه ان شاء الله الفيلم يعمل حاجة يعني بإذن الله.